مرحبا بكم. اليوم هنعمل افضل طريقة عصير صحي سهل وسريع جدا. يلا الوصف. برتقالة واحدة بنقطعها الى قطع صغيرة وبنضعها بالخلاط. ليمونة واحدة بنقطعها الى قطع صغيرة ومضعها بالخلاط. نوضع نعناع اذا كان متوفر، بنوضع نعناع طازج، وبنوضع التمر الكمية حسب الذوق. التمر 2 كوب من الماء، وبنطحن مكونات جيد. هي كتير مفيدة وصحية ومليئة في الفيتامينات، بالأخص الفيتامين سي. هيك أصبحت جاهزة، بنصفيها مثل ما انتم شايفين. هيك جاهزة. إذا احنا حابين ممكن نضيف مية زيادة عليها أو نضيف أي نوع تحلية، هو اختياري. هيك بنعمل العيران. الوصفة الثانية، نوضع ماء 150 جرام أو كوب ماء وزبادي نفس الكمية. إذا كان كوب ماء كوب زبادي، قليل من الملح ونصف ليمونة أو حسب الذوق. بنخلط المكونات جيد بأي أداة متوفرة عنا. مشروب الشعير، نغسل الشعير. هي غسلناه وبنوضع ماء من الصنبور وبنتركه 5 ساعات. بننقعه 5 ساعات بنتركه. بعد 5 ساعات نتخلص من الماء القديم. هيك صفينا الماء القديم وبنوضعه على الطباخ. بنوضع ماء ساخن وبنوضع قطع من الزنجبيل مثل ما انتم شايفين. الموضوع كتير بسيط، وبنتركه 15 دقيقة يغلي. هيك بعد 15 دقيقة أصبح جاهز. بنصفي الماء لوحده، بنوضع قليل من الليمون وقليل من الملح، هذا اختياري. بنحركهم. هيك أصبح جاهز. بنعبي، بنوضع ممكن مكعبات تلج أو النعناع أو الليمون أو الزنجبيل حسب ذوقكم. بنوضع ماء شعير، بنوضع. هيك أصبح جاهز للأكل. نشرب الماء أيضا. مشروب الطاقة، حليب 2.5 كوب، 500 جرام، نص لتر يعني. أي نوع حليب حسب نظامكم الغذائي. قهوة سريعة الذوبان، ملعقة صغيرة. ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام. شوفان 3 ملاعق طعام من الشوفان. نوضع مكعبات الثلج. السكر التحلية هو حسب ذوقكم، حسب نظامكم الغذائي. أنا وضعت بديل السكر ستيفيا، ممكن توضع عسل حسب نظامكم الغذائي، النوع والكمية. هيك أصبح جاهز. كتير هو مفيد وبيعمل كتير طاقة، بيدي الإنسان كتير من الطاقة. مشروب الصباح، نوضع ماء ساخن وبنوضع نعصر نص ليمونة، بنظف الجسم من السموم. نوضع معلقة من العسل وبنحركهم. هذا كل شيء، بنحرك المكونات مع بعضه. هيك بكون جاهزين. ملاحظة، يجب عليكم دائما التأكد من جميع الوصفات بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد مكونات بتناسب جميع الأشخاص. التحلية هي اختياري، احنا ممكن نخففه أكثر بالماء إذا أنتوا حابين. كيفكم؟ أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى يشتركوا قناة اليوتيوب، اسم القناة شيف نائم، من شان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.